السلام عليكم، صباح الفل يا جماعه. طيب يا رجاله، ركزوا معايا كويس جدا. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الحصاد بتاع القهوه. الفيديو ده يا جماعه هنتكلم عن طرق المعالجه، بس طرق المعالجه كبيره شويه فهتاخد مننا ايه كذا فيديو. السلسله دي يا جماعه مهمه جدا ومفيده جدا وهتفرق معاك كتير جدا في شغلك. طيب انا عندي يا جماعه حبوب القهوه او بذره القهوه عامه او حبه القهوه بتتكون من عده طبقات. دي يعني بنعمل لها فيديو لوحده عشان ده بيبقى طويل شويه. فهي بتتكون يا جماعه من عده طبقات. انا عندي المعالجه دي هي اللي بتقدر تخليني اتخلص من الطبقات الخارجيه او القشره الخارجيه للقهوه، وهي اللي بتخليني ابرز النكهات اللي موجوده في القهوه. فالمعالجه دي مهمه جدا، هي اللي بتخليني ابرز النكهات اللي موجوده في القهوه، هي اللي بتخليني ان انا احافظ ان ما يظهرش عيوب كتير في القهوه، او حتى لو في عيوب تدارى وما تكونش ظاهره، يعني هي مش بتبرز العيوب. فعشان كده يا جماعه المعالجه مهمه جدا يعني مهمه جدا في القهوه، وبتتحكم كمان في تكلفه القهوه في سعر البيع. فعشان كده المعالجه دي مهمه جدا. طيب عندي انواع كتيره يا جماعه من المعالجات. عندي اول حاجه اسمها المعالجه الاوليه. المعالجه الاوليه دي تعتبر من اسهل المعالجات وخفيفه جدا، واماكن قليله اللي بتشتغلها، دايما بتشتغل في المزارع الصغيره. المعالجه الاوليه دي يا جماعه اللي هو بيجيب القهوه بعد ما بيحصدها ويفرزها، زي ما احنا ما قلنا في الفيديو اللي فات، الفيديو ده هسيبه لكم يا جماعه تحت في الوصف عشان تراجع معايا. بيجيب القهوه بياخدها بيعرضها لدرجة رطوبة بتوصل ل 60 درجة مئوية. بعد ما تتعرض لدرجة الرطوبة دي بياخدها بيعرضها لدرجة حرارة بتوصل من 11 ل 12 درجة مئوية، وكده بيكون هو عمل عملية المعالجة دي، هي اللي هي المعالجة الأولية. بعد كده بياخدها بيوديها حاجة اسمها المطحنة الرطبة. المطحنة الرطبة دي اللي بتساعدني أتخلص من القشرة الخارجية اللي موجودة على حبة القهوة أو بذرة القهوة. بعد كده بتتقسم بقى لنصين وتجيلك القهوة اللي أنت إيه عارفها، تبقى نصين زي ما انت بتشوفها متحمصه وجايه لك. دي كده يا جماعه المعالجه الاوليه، وزي ما انا قلت مش معظم الناس بتشتغل بيها، دايما بتكون في المزارع الصغيره. في عندي بعد منها حاجه اسمها المعالجه الطبيعيه. المعالجه الطبيعيه دي يا جماعه اشهر طرق المعالجه واقدم طرق المعالجه، هي دي الحاجه اللي هم ابتدوا بيها، دي اول طرق المعالجه اللي هم ابتدوا بيها. دي يا جماعه اللي هو بيعمل ايه؟ بعد ما بيحصد البن تمام ويعمل عمليه الفرز والكلام ده كله، بيجيب البن وبيفرشه على طاولات، بس بتكون طاولات عالية شوية عشان الهواء يكون واصل يعني الهواء يكون أحسن وواصل للبن. بتكون طاولات عالية شوية ويسيبه ويفرشه ويعرضه للإيه؟ للشمس، تمام؟ طبعًا عشان هو بيخاف عليه من العفن والكلام ده، فعشان كده بيكون معرضه للهواء، لازم يكون الهواء كويس عشان الحبوب ما تعفنش. فبتكون الطاولات عالية شوية عشان يكون الهواء كويس وتكون هي معرضة للشمس. بيسيبها معرضة للشمس، دي كده يا جماعة اسمها الإيه؟ المعالجه الطبيعيه. بعد كده بياخدها ويتخلص برده من القشره الخارجيه بتاعتها ويشيلها لغايه لما يبتدي ان هو ايه يصدرها. ممكن يتخلص من القشره الخارجيه بتاعتها عن طريق برده المطحنه الرطبه او عن طريق اي يعني طريقه تانية. المهم اللي هو بيتخلص من القشره الخارجيه، بعد كده بيبتدي يبيعها، بتروح بقى للايه للشحن، بعد كده تبتدي اللي هي تروح لايه للتحميص والكلام ده كله. بس المعالجه دي من اقدم طرق المعالجه، وتعتبر ان هي مش قويه قوي، ودايما بيعملوها في الحبوب اللي هي الحبوب اللي فيها عيوب كتير، عشان هي كده كده هو بيبقى ضامن ان هي هتتباع بسعر قليل، فكده كده مش بيكلفها، فبيعمل لها اللي هي المعالجه الطبيعيه بحيث ان هي ما تكلفوش قوي، لان هي كده كده في السوق هتتباع بسعر رخيص لان هي الجوده بتاعتها مش عاليه. فدايما في الحبوب اللي جودتها مش عاليه او فيها عيوب كتير بيستخدموا اللي هي الايه المعالجه الطبيعيه. وبس كده رجاله، دول نوعين من المعالجات. الفيديو الجاي نشرح باقي المعالجات. اتمنى اكون وضحت المعلومه. اللي عايز حاجه يكتبها لي في كومنت. السلام عليكم.